مساء الخير مشاهدينا الكرام، ويا هلا ويا مرحبا فيكم في هذا اللقاء المتجدد دائما من خلال برنامجكم الاسبوعي دوانية الشعراء والأخوة الشعراء الزملاء المشاركين في هذه الحلقة، إضافة إلى مواد برنامجنا. تابعونا. يا الشجر عقب الايباس، يا منبته من عقب مصرم يباسه، يا فارج الضيقات عن كل محتاس، اللي خلقت ادم وفرقت ناسه، تحمل كويت اللي لها المجد والساس، ويعلها دايم بخير وناسه، وتفكها من كل طامع وبلاس، واللي هو بالشر يقع براسه، وحنا العرب مهمنا دق الاجراس، نوطى على الشايد بعزم وفراسه، ومتكاتفين وجهدنا رفعت الراس، والاخير باللي ما براسه حماسه، وملا حمداره توطتها الانجاس، والحر ما يرضى على كسر باسه، وافعالنا تعرف اجداد ودراسه، من فعل قادتنا درسنا دراسه، وصلت ربي عد مهب نسناس، واعداد ما يلبس جديد الباسه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. حياكم الله. حيا الله الطيبين. الله يحييكم، وكل واحد ما شاء الله معه قصيده، والمشاهدين ينطرون منكم وينتظرونكم القصائد الجميله. ونبدا ببريكان، حياك الله. علي سعود العجمي. الله يحييك وانت غايب، وينك يا ابو ريكان؟ ابقاك الله يا ابو محمد، والله شغلات الدنيا. انت ما شاء الله الله يشفنا الا في طاعته. الله كريم، وانت طبعا مراقب برنامجنا، واليوم يقول خيال الطرفين، انت دائما يقول ان خليك معنا، يعني مثل ما تقول نحتاجك.
أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم الله ما يحبه ويرضاه. الله يسلمك. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيما يخدم الجميع. الله يخدم الموروث الشعبي. الله يحييك. وشعرانا الكرام. الله يحييك. شرد أفكاري مواردها عذابي. نعم. واثق ما هي تجيب إلا المسدة. أطرد الدنيا وهي مثل السراب لين شبت كل حبلنا ووصل حده وقبل يرجال غدوا تحت التراب مثل أبوي ومثل أبوه ومثل جده بيض الله وجه من يحمي غيابي وعقب اللي في غيابي باح سده ما يغثك غير من ودى وجابي كل من جاب الخبر لك عنك رده ما عرفت إلا عزيزين الجنابي كل شغموم تحوش الطيب يده وردي عسته عشاه الذيابي له بقدي وانا ماني بقده وعن ثياب الناس تغنيني ثيابي والارجي لله والارجي غير مده وسلامتك. سبحان الله. صح لسانك. صح لسانك. تقول الناس الغياب شلون في قف الناس ما يغثك غير من وده وجابي كل من جاب الخبر لك عنك رده. اي ذاك يقول الله ذاك يقول الله يحسبي عليكم ناس هرج القفا ما تخلونه هرج القفا عندكم نماس له قليل تزيدونه. صح لسانك. صح بدنك. ارجع مع جمعان حياك الله. ابقاك الله. حياك الله يا ابو سلطان. ابقاك الله. من زمان ما شفناك وين دائما احنا نقول مطول غيبات جب الغنايم. والله انا معكم قلبا وقالبا. الله يحييك. خلف الشاشات على ما قيل. الله يحييك. ومعكم يحيي. لكن تعرف الظروف وتحت الفرصه لبعض الزملاء والحمد لله. ربعنا يكفون اللي يغيب منا يكفون عن الحاضرين. يقول الردة تعوض بالهدة. نعم نعم. الله يحييك تفضل. دام فضلك. البارحة ضاق الشمال وضيع العقل الثبات واحتارت الخطوة وطاح من المشاوير جهدي أسهر مع التفكير وأسرح وأتحلم بالمبات أمور تشغلني وتحرمني حلاوة مرقدي أسهر مع التفكير وأسرح وأتحلم بالمبات أمور تشغلني وتحرمني حلاوة مرقدي العمر زودة نقص والدنيا عليها مغريات حقيقة في جيلنا السابق وجيلي وبعدي أقول طافت والحياة مسايرة ومجاملات والناس عادتها مع الدنيا تضيع وتهتدي اللي رقى في الهرجة في وقت السعة للنايفات ولا صارت الحاجة بوقت الضيق بالفعل غدي التجربة تجعلك تعرف صاحبك في المعضلات الوقت يا ما ذلبه طيب وعزب هردي يشين وجه الوقت في كل الأماكن والجهات لا شحبه كف الكريم وضاق بصدر جودي يشين وجه الوقت في كل الأماكن والجهات لا شحبه كف الكريم وضاق بصدر جودي يا محمد الموضوع ما يسوى صهيل المسرجات واللنت لضاقت علي الأرض خابرك سندي أساير ظروفي وكافح لجل بعض الأمنيات وإن كان ما حققتها يكفيني اللي في يدي القلب مؤمن يا عضيدي والنوايا طيبات عقلي دليلي والهدف قدام عيني مقتدي أصبر على كل الظروف الحالية والمقبلات أهم شيء تبات لا ظالم ولا أنت معتدي. سلامتك يا أبو محمد. سلمك الله. صح لسانك. تقول صح. المسرجات شين المسرجات يا وسلطان؟ مسرجات الخيل. الخيل ها؟ الخيل نعم الله. نعم. صحيح صحيح المسرجات هي الخيل. ونرجع مع عبد الله بن خواش العجمي. يا مرحبا. حياك الله يا ابو فلاح. الله يبيك طول عمرك. انت بعد مثل ابو سلطان من زمان ما شفناك. وين؟ الجنة. سعيد تواجد وياك مع الربع الزملاء. الله يحييك. وحنا دائما سؤال تقليدي نقول وين هالغيبه؟ والله انت يمكن لك اكثر من كذا سنه. والله ظروف الدنيا ولا ما يصدم لا منكم شيء. يا رب والله فالح. عبد الله الله يحييك ويحيي مشاهدينك. ونسمع القصيدة. أبشر على خشم. يقول لو الحسوف ترد لي شيء قد راح لو الحسوف ترد لي شيء قد راح قضيت عمري بين دمع وحسايف ماني بمكفي مثل غيري ومرتاح حب واجه لو لحقني كلايف ومطاح من عيني كثر ما بعد طاح وهديتهم للوقت وسط الغلايف ماني بحس بالخسائر والأرباح كم حاجة تنقلني لها اليوم عايف أصوم كل ما شفت في نفسي إشفاح ونفسي أطمعها بروس النوايف ونصاحت ظروفي تنطحت بصياح أسلم ولو حالي مثل ما أنت شايف أجمل شعور أنك بطل قصة كفاح وأجمل تعيش بنصر ما هو بزايف. سلامتك. صحيح. الله يصحح لك. صحيح. صح لسانك. يعطيك العافية. طول عمرك. خلونا نريح مع الألغاز من عند اللغز. نعم عندك لغز؟ نعم. تفضل أبو جراح شنو اللغز اللي عندك؟
اللغز يقول أبنشدكم يا شعار عن طوال وعن قصار باسم واحد يا شطار اللي أنا ديت الجميل عددهن 10 و20 ومع العالم من تشرين ولغز الوارد يا فطين عطني حله لا تضيع. هذا 10 و20 ايش رايك يرده لكم؟ خلي عيده عيده مره ثانيه. ابي اشدكم يا شعار عن طوال وعن قصار باسم واحد يا شط باسم واحد يا شطار اللي انا ديت الجميع عددهن 10 و20 ومع العالم من تشرين ولغز وارد يا فطين عطني حله لا تضيع. والله كانهم واضحين يعني ما. ها واضحين عندك انت ابو محمد لكن احنا ما هي واضحه عندنا. ها ايش يقول بسلطان؟ انا معلمك ولا شيء؟ لا انا معلم بس كان يعني انا والله عندنا احتمال تكون ما هي واضحه. خبرتك احتمال تكون يعني ما ابو سلطان ايش تقول؟ والله انا ما عندي له رمى. ابو صافي شوف الربع ادري والله اعيدها لكم. لا ابو عنده والله ما عندي يمكن بركان بركان يعني اعلنتم. لا خله خله عيد عيال مره ثانيه. ابي اشدكم يا شعار عن طوال وعن قصار باسم واحد يا يا شطار اللي انا ديت الجميع عددهن 10 و20 ومع العالم من تشرين لغز وارد يا فطين عطني حله لا تضيع. 10 و20 40 يعني 30 30 30 الاشهر هي بالاشهر عددهن 10 و20 ترى ملغوم يعني ما يبوا يعني والله ما ادري انا اسمهن واحد من بالاصابع الاصابع صابع اليد يعني ما اي لا 10 و20 الاصابع لانه هو عددهن 10 ومختلفين بال اي لازم تهدفن اذا قلت 10 عديت ال 10 ذا ال 10 على العموم الله يعطيك العافيه لغز وارد صحيح الجماعه ضار مو مركزين صح صح يا زياده نسمع على الرباب الله يعطيك العافيه سمعنا الرباب الله يعافيك يسلمك. لا هو على اساس انه يضيع بالحسبه اي نعم اي انا اقدر اقول عددهم حول ال 20 تفضل ابو لا اقصد حول ال 20 بينت زياده. قلب خوان العهد واجد بيبي ملك ورا خوان عهده طلابي لصار ما يعطيك سده وغيبه ملك ورا خوان عهده طلابي على صحه وقوه وتلاوها اهل القلوب المبغضيني لهي المجمول بينت الجفوه ما هذا حق الخدين من الخديني يوم جيبته جروه ما دراني من هبل يا المسلميني تلي قلبي لين ضيعت المروه جيته امشي ما سحيت من القطيني صاحبي بقصد ما يرشب بضوه
يتي الملح على القلب الحزيني ما خذ النوي وانا ما خدت نوه نيته وحده وهو له نيتني شبه واضحا خططت به للفوه مع فرج بالغبايا عدريني يا عشر ما بغيت اليوم سوه يوم انا مقدر عين بشف عيني يوم مقدور عليك بشوف عيني. الله يعطيك العافية. صح لسانك. هذا اللي بنجدوه عدل؟ إيه. عدل صح لسانك. الله يسلمك. صاحبي بقص الضماير شب ضوه. يرتي الملح على قلب حزين. ما أخذ النوي وأنا ما أخذت نوه نيتي وحدة ولا نيتي. صح لسانك الله يعطيك العافية. الله يسلمك. وطال عمرك الحين نرجع مع أبو سلطان. تفضل. دام فضلك أبو محمد. أنا فيها أبيات عندي عن ألبل. عن البل. نعم. نبي نسألك بعد شوي عن البل ما دام انك انت جبت طاره وانت راعي بل. يمكن ابو راكان كلكم ان شاء الله فيكم بركه ومساعدين. تهيض وجيب بعد قصيده عن البل. فضل. نعم. اقول وناس تلبل ما تقدر بالاثمان يحس فيها اللي يجرب طربها اللي اجتمعته وعندها ربع واخوان تنسى مصارفها وتنسى تعبها. وناس تلبل ما تقدر بالاثمان يحس فيها اللي يجرب طربها اللي اجتمعته عندها ربع واخوان تنسى مصارفها وتنسى تعبها فيها الخساره ربح مهيب خسران فيها الخساره ربح مهيب خسران من حبها خسائره ما حسبها عند النشامه زود مهيب نقصان نوماس راعيها وعز العربها حلال ذربين المبادي والايمان اهل الشجاعه والكرم في كربها الأحمرين أثمانها عبر الأزمان كم من شجاع مات يحمي جنبها حلال ذربين المبادي والأيمان أهل الشجاعة والكرم في كربها الأحمرين أثمانها عبر الأزمان كم من شجاع مات يحمي جنبها حبي لها لو كان يوزن بميزان أكثر من كنوز الملوك وذهبها سلامتك يا أبو محمد سلمك الله صح لسانك صح ابدان ذاك يقول تكفون يا لابتي حمايته التالي نعم البل عسى الله يخون لي يخون بها طبعا نعم. قصيده طويله نعم. تقول الاحمرين نعم طب الاحمرين الدم ولا الاحمرين الدم و الاحمر الذهب نعم. نعم. نعم صح لسانك الله يعطيك العافيه صح ابدان بغينا بريكان حياك بريكان وناستي عند المغاتير ساعه نعم. تسوى جلوسي في البلد 10 ساعات أودع هموم الضماير وداعه وسج وانسى عن جميع المجالات والضغط والسكر يخفض ارتفاعه والأعصاب من بعض التوتر مريحات في جو بر واضح ان اتساعه فيه النظر ياخذ طويل المسافات أشب ضوي في مكان الرفاعة وأفرش فراشي واجمع أنواع كيفات واشغل الراسي ما يبرد صداعه دلالم بها 5 صنوف بقدرات وادعي رجال مجتمعهم اطماعه اللي سوالفهم مزوح وسجات ما نسمع الأخبار عبر الإذاعة ولا أشوف شاشات تبث المحطات والتلفون مبين إن انقطاعه ما فيه لا نغمة ولا به مساجات من يبيع عن يسوق بضاعة في كل سوق لها رفوف ومحلات حنا بدو ساس الكرم والشجاعة تاريخ ناصع من سنين قديمات نفخر ماضينا بصدق وقناعة المرجلة فينا وللنهوايات وسلامتكم سلمك الله صح لسانك صح بدنك صح لسانك أبو ركان وما دام احنا في مجال البل نبي نسال عن البل يعني البل والغنم من يعني طبعا كل واحد فيكم البل يعني كم تاخذ عن الماء يعني الماي يعني الشرب علشان تشرب الماء سواء طبعا انا قاعد اكلم عن الصيف ايش كثر ابو سلطان تقعد البل ما تشرب ماي
والله يا ابو محمد الاوقات الحين تغير. يعني هل هي مثل الغنم في اختلاف؟ والله احنا وقتنا لا طبعا البلمي مثل الغنم ولا تقارن في الغنم. الغنم طيب عندك خبره يعني في الغنم يعني ايش كثر تقعد عن الماي والغنم ايش كثر تقعد؟ انا الغنم ما عندي خبره فيه. طيب البل؟ لكن البل اللي انا سمعته ترى احنا الحمد لله الحين في وقت رخاء وفي وقت يعني ما نحدها على ما قيل على اقصاها يعني الحمد لله الماء متوفر لها الحمد لله احنا 24 يعني ساعه. لكن سمعنا من طبعا البل اكيد لازم يسمع كل شيء. سمعنا من جداننا الاولين انها تاخذ مثلا ما تقول ربع على الماء يعني اللي هو اليوم صدره من الماء ويومين طبعا اماكن الرعي قبل يكون الماء ابار. اي نعم ما في شك او قلبان او عدود اكيد ما كل ما في سيارات ولا تناكل كل الامس. فتكون اليوم اللي مصدره من الماء وتكون يومين في مكان الرعي. طبعا يكون الرعي مكانها بعيد طبعا. واليوم الرابع اللي هي يوم مصدره ويومين في مكان الرعي وهذاك واليوم الرابع اللي هي ترد. يعني أربع أيام. هذا اللي في وقت في فصل الصيف. طبعا واردة. الرابع واردة هي رد. طيب. لا طبعا هذا في فصل الصيف اللي هو القيض عند طبعا فالشتاء البدو قبل نسمح يقول ينقضون الجزو هذه بدايه الشتاء يعني تاخذ شهر شهرين ما تشرب ماء لان توفر الرعي والرعي يكون بالعشب اصلا فيه ماء وما تحتاج للماء. لكن في الوقت الحالي الوقت تغير الحين اعلاف ابو محمد الحين للتوضيح يعني لان الاوقات تغيرت على اساس ان المستمع او المشاهد يعرف المعلومه هذه. هالحين تكون الماء احنا في نعمه الحمد لله والماء متوفر يعني متوفر. احنا نقول ثاني شيء الاعلاف على قبل نرجع والاعلاف الاعلاف طبعا تحتاج الماء لان فيها املاح معدنيه ولا الله يعطيك العافيه ابو جراح. نعم ايش تقول؟ والله عندك معلومات الوقت القديم يسمون غب ويسمون ربع ويسمون بعد خمس معطيتهم خمس يعني احنا نسمع يعني غب وربع اللي هو اللي يومين واربع ايام الغب يعني اليوم صدر ثمنال بكره ما تشرب وبعد بكره تشرب واللي الربع مثل ما قال تفضل اخوي اللي هو يومين في البر يوم صدرت فيه ويومين في البر ويوم الرابع ترد ويعطون خمس يعني اربع ايام ايه؟ يعني توافق ابو سلطان. نعم اوافق ابو سلطان. كلام ابو سلطان ابو ركان كلام ابو سلطان صحيح وفيه السدس يسمونه السدس يعني سادس يوم ترد. طبعا ترى المعلومات هذه انا حافظها. لا صحيح هذا شيء الكلام اللي والوقت اللي قاله ابو سلطان واضح. كلام ابو الربع واضح ابو صافي صح كلامهم. لكن طال عمرك البل ايام الصيف على حسب المرعى يعني اذا كان المرعى بعيد تاخذ ربع اللي قالها الرجال هذا ربع اللي هو اليوم مصدره من الماء الصبح. نعم بكره ما تعود غب هذا يسمونه. نعم بعد بكره تعود مساء بالمساء. نعم هذا يسمونه ربع اللي انا اعرف يسمونه يعني انتم كلكم اتفقتم على ان اربع ايام. نعم العموم اتضحت الرؤيه الله يعطيكم العافيه على التوضيح. ونرجع مع عبد الله محمد اسلم الجزو البل في الشتاء لان الجو بارد والرعي رطب. نعم في ماي تاخذ من ثلاث شهور الى اربع شهور. نعم ما تشرب البل. العموم الكلام واضح ووضحتم الله يعطيكم العافيه على التوضيح الطيب. ونرجع مع عبد الله بن خواش العجمي. الله يطول عمرك حياك الله. شو يقول نبي من قصيده؟ هذا يقول انا هويت القلب واحساسه وشعور يوم الهواء ما بين صده وبوله واليوم خل الجرح للوجده مشتور لان الشلا يلعب مع الجرح دوره اضحك وبادل طيب الراس بسرور لذاك زوره صرت مفتاح زوره ما الله خلقني اتبع القلب بالشور لو شن في وسط المعاليق ثوره لصرت من تبخابل وعايش الدور يعيش راسي والامور مخبره. سلامتك صحة سامك يعطيك العافيه. الله يعافيك. طبعا احنا بعد ما سمعنا قصايدكم الجميله والله يعطيكم العافيه تحفتونا. نرجع مع ابو صافي. نعم ابو صافي نبي استراحه على الربابه طبعا تكون يعني احنا قربنا نهايه برنامجنا ونسمع ان شاء الله على عزف على الربابه. احنا ما شاء الله اليوم عندنا عازفين ربابه. إيه ما شاء الله. مره نلقى ناس ونلقاكم مره ما نلقاكم.
والله يحييكم، تشرفونا. الله يسلمك يا ابو محمد، مرحبا. شوف قاعد على جديدك يا ابو صافي. الله يسلمك، ما عليك زود. صح بدنك، يعطيك العافية أبو صافي. صح بدنك، الله يعافيك. طبعا الحين جاء دور الأبيات المختارة، ومعاك حميد الشريكة أبو جراح. نعم. نبي بيتين، عطنا بيتين من عندك. يقول: الله من قلب همومه تتله، تلت نداويين دعوه ابن قوره، تله وقال الشيخ: يا رجل خله وقفه مع اللجه ثوام سيوره. صح لساني. تفضل ابو سلطان. دام فضلك اقول: ما طلبنا الناس مدح ولا شفاعه، ولا نمن بشيء لا منا عطينا، نفعل المعروف من طيب وقناعه، ورفضنا شيء ما يفرض علينا. سلام. صح لسانك، يعطيك العافيه. ابو ركان يقول: بعض القوافي يمص صدر سد هباح، من بعد ما شفت الضعاف اخبصوها، عمسين الاريا عاشقين التملاح، اللي حقوق الموجبه ما نصوها. يعطيك العافيه. عبد الله يقول: لا تلتفت في زله عيال عمك، اخذ الجميله واكسب الطيب فيها، احشم جنابك ورد، لا احشم جنابك وردي، لا يهمك يقضي حياته ورده محتويها. محتويها صحيح، دائما الانسان اللي يدور الغلطات يلقاها. يعطيك العافيه. ابو صافي يقول: يا هيه يا راعى العيون الوسيعه، عز الله ان اللي شكى منك معذور، يعوز ملوك على اول ربيعه، عليها شمس شارقه وامس منطور. منطور. صح لسانك، الله يعطيك العافيه يا ابو صافي. فمثلا اللي يعزف الربابه يقدر يدق العود؟ لا
ابو صافي؟ لا. شنو هذه وتر واحد وذيك عده اوتار يعني؟ طبعا لا، الربابه تختلف عن العود. الربابه عكس العود بالاصابع، الاصابع هذه كل اصبع لها الحان الحاله. وهذاك اوتاره كل واحد لها الحان الحاله. يعني عندك خمس اوتار او ما ادري كم وتر العود، كل واحد له صوت غير عن الصوت الثاني، ممكن يجمعهن يقدر يجيد العزف على العود. يعني الربابه لا. يعني اللي افهم منك يعني ان اللي يعزف الربابه مو اكيد انه يعني مو شرط انه يعرف العود. لا يعني. لا لا مو شرط. ابو جراح حميد ايش رايك؟ والله هي الربابه صعبه اول شيء لانها وتر واحد ويجيد فيها اللحن كله. يعني هي سبحان الله وفقه من العزيز الحكيم. العود يقدر يعني يلحن باللحن هذا ما جاء اللحن هذا يعني يدق الوتر الثاني والثالث ويعطي لين يجيد الحنه. طيب. بس هذه هي وتر واحد. والاصابع كلهم يعني لازم يشتغلون عليها علشان وراء الربابه ممكن يعرف العود بس مو بس قليل هذه يعني ما يتقن العود يعني قصدك؟ لا ما يتقنه لكن مو باكيد انه يعني كل راعي ربابه يدق العود. انا ما شفت بحياتي الا واحد يدق العود ويدق الربابه، هم انا والله ما اعرف يدق العود. طيب الكلام موجه لكم طبعا انتم كونكم عازفين ربابه. كم لحن للربابه؟ والله اللحن عده الحان، فيها مسحوب يسمونه سوقي ومسحوب خمشي ومسحوب نوع ثاني وهجيني عده الحان، فيه هجيني الخفيف وفيه هجيني شوي اطول شوي وفيه المروبع وفيه المنكوس وفيه يعني عده. كم لحن لها كم تقريبا؟ يعني يمكن حده يمكن خمس لحون، وحتى القصيده بنفسها ممكن تلحنها عده الحون على نفس الربابه. بس ان الهجيني هذا فيه ممكن هجيني سريع وهجيني على البطيء وفيه مروبع وفيه مثل ما تقول المنكوس مثل ما قلت لك وفيها طيب هلالي. طيب ابو جراح يعني قصدي ان مثلا عازف الربابه لازم يجيدهم كلهم علشان انه يكون متقن الربابه ولا مو شرط؟ لا مو باكيد انه يجيدهم كلهم لان حسب خبرته وحسب معرفته والجوارير عازفين الربابه مو بكل لحن يمسكه. ولو انا الحين بمسك زميلي بمسك الحنه يمكن ما اقدر، هو يمكن لو بمسك الحنه يمكن يقرب لي بس ما اقدر. بس على الارض. وبعدين اللحون تختلف كل واحد له طار، وممكن راعي الربابه يدق الحون واجد وممكن يدخل فيها عود. ممكن يدخل فيها اغاني شماليه هذا على ما تقول حسب خبرته هو. والله دائما الربابه يعني سبحان الله تقبلها احيانا تقبلها من شخص انك تسمع صوته والثاني بعد ممكن انك ما تقبلها منه. اي صحيح. ما يعني سبحان ابو صافي الحان الربابه مثل ما سالنا ابو جراح نرجع لك. كثير الحان الربابه ابو محمد. ربابه الجاني عده خربطه، فيه جاني جنوبي فيه جاني شمالي. الثاني منكوس هلالي بعد يختلف مسحوب شمالي مسحوب جنوبي. يعني اقصد يعني لها كثير الحام. لا عده الحام على حسب انت على حسب يعني تقريبا اقول لك من 10 وطالع او 12. على العموم الله يعطيكم العافيه على التوضيح. طبعا الحين جاء دور الابيات المختاره ومعك حميد الشريكه ابو جراح. نعم. نبي بيتين، عطنا بيتين من عندك. يقول الله من قلب همومه تتله تلت نداوين دعوها بنقوره تله وقال الشيخ يا رجل خله وقفه مع اللجه ثوام سيوره. صح لساني. تفضل ابو سلطان. كان فضلك. اقول ما طلبنا الناس مدح ولا شفاعه ولا نمن بشيء لا منا عطينا نفعل المعروف من طيب وقناعه والرفضنا شيء ما يفرض علينا. سلام. صح لسانك. يعطيك العافيه ابو ركان. يقول بعض القوافي يمص صدر سدها باح من بعد ما شفت الضعاف اخبصوها عمسين الاريا عاشقين التملاح اللي حقوق الموجبه ما نصوها. يعطيك العافيه. عبد الله. لا تلتفت في زله عيال عمك، اخذ الجميله واكسب الطيب فيها،
احشم جنابك ورد الى يهمك اقضي حياته ورد محتويها. محتويها صح لسانك. يعطيك العافيه، دائما الانسان اللي يدور الغلطات يلقاها. يعطيك العافيه. ابو صافي يقول يا هيه يا راعي العيون الوسيعه، عز الله ان اللي شكا منك معذور، يعوز ملوق على اول ربيعه عليها شمس شارقه وامس منطور. منطور صح لسانك. الله يعطيك العافيه يا ابو صافي. وصراحه سعيد بتواجدكم معاي انتم والشعراء الزملاء الموجودين معاي في هذه الحلقه، ونشكركم على تواجدكم معنا. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن الاصغاء والمتابعه، كما اشكر الشعراء اللي بجهودهم وصلت لكم هذه الحلقه. تقبلوا تحياتي وتحيات الاخوه المصورين والمخرج، وتقبلوا تحيات مراقب مواد هذه الحلقه علي سعود العجمي، والتقي معاكم ان شاء الله في حلقه قادمه. حتى حين ذلك الموعد، لكم مني أطيب الأوقات وأسعدها، ومع السلامة. ما عادي.